هيا توركو، شكرا كثير لك على موافقتك على المقابلة. سهل، لأنه أنا كتير بحب أتعرف على الغرباء بشكل عام. كيف تعرفتي على الحجاب؟ وشو الشيء اللي دفعك إنك تلبسي الحجاب؟ كانوا كل صديقاتي محجبات بس أنا ما كنت محجبة. أنت بتتخيلي إنه قرار الحجاب هو قرار للحياة كلها؟ فكانوا صاحباتي مو محجبات الاثنين، أنا ما حسيت بتميزي يعني إلا لما جيت على النرويج. طبعاً مو قصة شيل الحجاب، لا طبعاً. فيكي تخبريني وين حسيتي بأول موقف إنه أنت محجبة؟ يعني الفقدان صعب بكتير أيام، بس لما يكون الجرح كتير جديد عن جد كتير صعب. أنتي محجبة، أنتي بدك تقتليني أو تاخديني. أنت راضية عن الشيء اللي وصلتي له بالبلد اللي أنت فيه؟ البنت الذكية اللي بتعرف تجعل حجابها نقطة قوة. أنا بحجابي ما حقدر أحصل على شيء أو أوصل لأهدافي.